السلام عليكم. رجعنا لكم بعملية سطو جديدة، بس هذه المرة عارفين بالضبط وش نبي ومجهزين الخطة ومضبطينها، بس راح تكون مهمة صعبة هذه المرة. ليش؟ لأن المطعم مرة معروف ومرة زحمة. بنروح لواحد من أشهر المطاعم هنا اللي هو تشيز كيك فاكتوري، وبناخذ واحدة من أشهر وصفات عندهم، يعني توقع 80% أو أغلب اللي يروحون هناك يطلبونه، اللي هو كرات الماك تشيز المقلية. بتكون مهمة صعبة بس احنا قدها زي المرة اللي فاتت. بس قبل ما نبدأ لا تنسون اللايك، السبسكرايب وجرس التنبيه. والمرة الجاية بعد عندنا لكم مفاجأة صغيرة. عملية السطو بتكون على حسابنا بسناب شات، فبنحط الكيو ار كود، اضيفونا عشان تلحقون عليها. ويلا يلا نبدأ نجمع اغراضنا ويلا نروح. يلا مشينا. وصلنا تشيز كيك فاكتوري، وصلنا لوجهتنا وبنبدأ عملية السطو. ننتظر من الشمس تغرب، ننتظر وقت مناسب عشان نطلع عليهم. احنا مخططين لها زين بالمرة. اي بالضبط، نبي شيء مضبوط. لا وذيك المرة كانت سطوتي ضعيفة، نبي شيء قوي رزان ذي المرة. يلا استسلموا. أيوة. وصفتكم. ايوه كفو كفو. والحمد لله تمت السرقة بنجاح، وهذا هو طبقنا. وطلبنا بعد معاه مشروبات قصيرة. رغد سرقنا طلقنا معاه. طلبنا الله يصلحك. اوكي فيلا نبدأ الحين نتفحص فيه. العدسة المكبرة، بسم الله. شوف الطبق من برا. اي وش تحطين عليها؟ ذهبي، طبقة مقرمشة ذهبية، معجون مبشور فوق، وصوص وردي. ما ادري مبين في التصوير انه وردي ولا برتقالي. مبين بس انه قلناه. خلاص فحصنا بالعدسه المكبره، نبدا ايش نفحصها بالشوكه. ايش تحطين؟ معجون مقرمشه. بيرفكت. بعدين نشوف الصوص، هذا الصوص اللي تحت، خليني بذوق الحاله عشان نشوف. طيب كيف طعمها؟ صوص طماطم. صوص طماطم. صوص طماطم. بس يمكن الوردي جاي من الكريمه، يعني اضافوا لها كريمه ولا قشطه. اي بالضبط. حلو. الجبن اللي فوق ايش تحسين هو؟ اذوقه؟ ذوقه. انا اتوقع غالبا من جبن برميزان. بالغالب يحطون جبن برميزان اساسا. اتوقع انه برميزان. اوكي. ايوه ايوه نكهه برميزان. طيب الحين نتفحص من جوا. جوا. هذه لحظة الحقيقة عاد. هذه لحظة حماسية. نشوفه من جوا. ايوه السكينة نفتحها. الله انتظري. الله الله بس تبقين برد بعد عشان التصوير. لا والله سايح. شوف 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 شلون سايح التشيز. يمي يمي يمي. يعني نكذب عليكم ان هذا اول مره ندوقه؟ لا ذقناه قبل يعني كم مره. فيلا تاخذونه كذا، تاخذونه مع الصوص شوي قطعه منه. يلا ذوق تاكلون. طبعا اللي مو بين بين انه مكرونه هو مع جبن كنا ماكن تشيز. مكرونة جبنة باختصار. اي ثاني كيف الطعم؟ رهيب روعة. مرة متحمسة اسوي زيها. نروح نقضي، انا احس نروح نقضي اول شيء سوبر ماركت. لان في اشياء كثير نتصدق. صح نروح نقضي بعدين نرجع البيت نسوي نطبقها لكم. يلا وصلنا سوبر ماركت، الحين نقصتنا بعض الاغراض مثل مكرونة، عندنا البقسماط والجبن. والطبخة ترى مكوناتها مرة قليلة. البقسماط هذا اللي هو البقسماط الكوري. الكوري شوف شلون حبته، ما ادري اذا بين ولا لا. مو مبين من الغلاف ترى. يكون اخشى من البقسماط العادي ويعطي الطبق قرمشه يعني مجنونه مو طبيعيه. طيب عندنا المكرونه. المكرونه اللي استخدموها هم وش؟ المكرونه صغار. مكرونه الاكواع. رغد تسميها اكواع. الا هي اسمها اكواع. هي اسمها اكواع صدق. البو. البو يعني كوع. اوكي خلاص انت عندك سالفه انا ما عندي سالفه. هذا اللي تبغين تثبتينه. اهم شيء مكرونه كذا صغار. احس اهم شيء مكرونه صغار. اساسا تطلع اطعم صح ولا لا؟ يلا حطينا ثنتين. وللجبن بس راح نستخدم تشيدر ولا ايش رايك؟ انا اقول نشتري تشيدر كويس نكتب فيه ازيد. اي بس احترنا فيه يعني كثير. قلنا خلاص احترنا هو بالكيلو مستورد ولا، فقلنا بناخذ هذا اللي هو وايت شارب تشيدر اللي هو جبن التشيدر الابيض الحاد. وانت تلاحظين اساسا في الطبخه اللي يعني ذقناها اي ذقناها لاذعه شوي تحسينها قويه. اي فبنستخدم بعد هذا الاصفر شارب تشيدر بعد. صراحه انا كان ودي يكون شيء مو يعني عشان اقول لكم شيء مو بحاد واسوي بينه ميكس يطلع متوازن. من اصلا اتذكر فيها من هذا النوع كميديوم. ميديوم اي فقلت حسابه يعني. بس المهم اذا عندكم اشتروا شيء ميديوم وشيء شارب عشان يطلع متوازن شوي. بس احنا بنكتفي بهذا وبيطلع ان شاء الله طعمه كويس. فيلا ورجعنا البيت وجهزنا المقادير، الحين وش بنسوي؟ الحين بنخش على اساس على طول اللي هو الماك اند تشيز. حلو.
الماك تشيز هذا اكيد سويتيه قبل يعني مو اول مره. اي هو له كم طريقه بس الطريقه اللي بسويها اليوم الطريقه الاساسيه اللي بالبشاميل. اي الاحظ ان المقادير مره بسيطه يعني ما فيها شيء غريب. اي المقادير مره يعني بيسك وبسيطه اللي هي زبده وحليب وطحين وجبن يعني بس مو اكثر من كذا. المكرونه سلقناها قبل على حسب تعليمات الباكجينج. فيلا الحين نبدا بالصوص على طول. نشغل على العين كذا بسوي صوص البشاميل العادي اللي هو عباره عن زبده وطحين. نخطب في البداية. ايوه في البداية بحط 3 كوب لا مو 3 كوب بحط 3 اصبع زبدة اللي هي تقريبا ملعقتين. اوكي 30 جرام. انتي اتذكر سويتيها قبل في سناب صح؟ اي قد سويت الماك اند تشيز بسناب بس طلعت لذيذة. لذيذة مرة بس مو الطريقة هذه طريقة ثانية طريقة اسهل. اتذكرتي حطيتيها بقوالب ودخلتيها بالفرن. لا وغير كذا ما تكون صوص بشاميل تصير اطبخ المكرونة على طول بالحليب واحط عليها الجبن عرفتي؟ اي طلعت اتذكر مرة لذيذة وحتى سهلة سويتيها اتوقع ما طولت نص ساعة اقل سريعة احس التجهيز اطول من الطبخة نفسها يعني ما طولت ترى دائما احنا نسوي وصفات بالسناب شات يعني اذا تبون تشوفونها فبحط لكم الحين كيو ار كود تبون تضيفونا لا تفوتكم الوصفات ترى والله ننزل وصفات اول باول يعني كلها حلوه غريبه. بعد ما ذابت الزبده بحط عليها 3 ملاعق طحين. خلوها يمكن دقيقه كذا او 30 ثانيه. بعد ما خليناها دقيقه نبدا نضيف الحليب بالتدريج ولا مره واحده؟ لا بالتدريج عشان تاكدون ان الكتل كلها تذوب يعني اللي مشكلتي بشاميل واغلب اللي اصعب احس جزء بالتحريك بالتحريكي وانه يكتل وما ادري ايش فشوي شوي اضيفوه. تقدر تستخدمون يا حليب سايل او حليب بودره. كمل تحريك وكمل اضافه الحليب. كميه الحليب متى طيب لين تثقل صح؟ الى ما تثقل كميه الحليب تقريبا كوبين. شوف اذا حسيت انه مره ثقيله تقدرون تضيفون اكثر او تضيفون شويه مويه. نسيت اكلمكم عن البهارات. طبعا البهارات ما فيها ابد بس ملح وبعدها فلفل ابيض صح؟ بحط فلفل ابيض بس ترى هذه البهارات اللي في الماك تشيز. نحرك خلاص بعد ما ثقل الصوص زي ما تشوفون نحط الجبن وزي ما قلنا بنحط نوعين اللي هو الجبن الابيض والجبن الاصفر اللي هو الشيدر والثاني ايش؟ شيدر ابيض شيدر بس شيدر في شارب وفي شيدر لا ميديم يعني. حلو كوب صح حطيتي؟ تقريبا يمكن كوب او الاصفر كوب ونص تقريبا اكثر من كوب. هو احس اللي يحب الجبن تقريبا اي هو يعني ما فتر مقدار محدد يعني للامانه. اهم شيء صوص البشاميل يعني تضبطونه غير كذا الجبن على حسب يعني انت كم تبين. الحين بحط المكرونه اللي سلقتها ابي احطها كلها ابي احط يعني تقريبا 3/4 واشوف اللي سلقته ترى نص الباكج كذا بس نحركه. الحين ايش راح نطفي النار وندخلها الثلاجه ليه؟ عشان لما تبرد تتماسك اي عشان اشكلها بعدين نكورها اي ونقلبها بالتغطيه ونقليها بالضبط. فيلا نشيلها من النار وندخلها الفريزر. والحين نجي للصوص. الصوص اللي مسويه اسمه صوص المارينيرا الكريمي فبحط بداية زيت زيتون باختصار كأنه صوص طماطم. اي مره يعني طماطم ما في فكره ابد. بعدين بحط عليه اللي هو البصل ونشوحهم سوا كذا حركته. الحين بحط الطماطم خلاص نكتفي بهذا وبهارات بس. البهارات بحط اول شيء طبعا ملح فلفل اسود وبحط بعد اوريجانو وريحان وعشان احب الحار شوي بحط فلفل مدروش. كلنا نحب الحار في العائله ما في احد يحب الحار. اخر شيء وصراحه ممكن تستغربونه شوي بحط شويه سكر. قول ليش عشان يكسر حموضه الطماطم كذا يمكن تقريبا وتحركونه. خلاص الحين خليه يطبخ بس لما تطبخ المويه ويسكر نكون خلصنا. يمكن ياخذ 20 دقيقه نص ساعه. الحين انشفت المويه مره واللي لاحظناه في المطعم ان الصوص مره ناعم فاللي بنسويه انه بنطحنه. طبعا يمديكم تطحنونه بخلاط عادي خلاط طماطم بس انا بستخدم هذا حق الشربات. ما تعرفون هذا اللي على شكل خلاطين ما ادري ايش اسميه.
فبستخدمه واضح. بعد ما طحنت ناعم اخر شيء بضيف الكريمه، كريمه خفق او طبخ. قرب نفس اللون حق تقريبا. اي انا ما حبيت احط كميه الكريم كلها، فحطيت شوي اشوف اللون كذا. كانت خلاص خليه يغلي شوي بس تسخن الكريمه، ارفع على النار وكذا نكون خلص الصوص. طلع الحين بنكورها. الحين طلعنا الماك تشيز من الفريزر، طبعا قلبناها ايس كريم وجونر لاك ايس كريم لانها ثقلت، فهذا اللي تبونه انها تثقل. فنكورها كذا. خلاص كذا زيني. خلاص هذه الاولى. يلا ونكمل لما نخلص الكميه. خلصنا تكوير، الحين نبدا نغطيها. وش التغطيات اللي هو طحين؟ تشبه هي تغطيتنا اللي في بلوج الايس كريم مقلي تذكرونه. انا ذكرتني مره بالوصفه هذيك. اول شيء بغمسها بالطحين. طحين عادي ما في شيء. او حطيت معاه شيء؟ تحطين معاه شيء؟ لا انا ما حطيت شيء مع الطحين. الطحين او ممكن تحطه مع بهارات ترى اذا تحبين، بس يعني ما احتاج. بعدها البيض. بعدين البيض مع شويه بهارات، فلفل اسود، ملح، بودره ثوم. بعدين اخيرا اللي هو البقسماط. عادة البقسماط اللي نستخدمه انعم من كذا، يصير مره ناعم، هذا يعطيه قرمشه. فبكذا خلصنا. الحين بخلص بنسوي التغطيه هذه لكل الكرات ونقليها بالاخير وكذا نكون خلصنا. يلا نحط الحبات كذا، خليهم يقلون. خلاص كذا نحس لونها روعه، بيرفكت. بطلعها وحلو مره يعني، تحمرت واحسها لابت من جوا وبنفس الوقت ما طلع الجبن الحمد لله. هذا عشان الطحين غلفتها فمضبوطه الحمد لله. احس حتى لو ما غلفناها بالطحين تضبط، ما ادري ليش بس ترى اضمن يعني. ماسكه هي اضمن. ايه خلاص الحين طفع الزيت. الباقي صراحه ما قلنا لنا يعني طلعت كميه مره كبيره، نخليه بعدين لنا، بس هذا اللي بنقدمه اليوم بناكل اليوم. نجي للمسات الاخيره. يلا الحين نحط الصوص. الحين نجي نحط الكرات. اختاري اربع زين كرات كلها حلوات والله. فبحط اربعه زيهم بالضبط. بقى اللمسه الاخيره، صح نسيت اقول لكم انا عنها، وبس قلنا لكم عنها بالمطعم اللي هو الجبن. فبحط برميزان. برميزان كذا. يلا نقطعها الحين. اللحظه الحاسمه، لحظه الحقيقه. شوفوا الشكل نفسه، القرمشه حلوه، الصوص حلو، بقى من جوا بس. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه الله الله, الله. شوف شلون التشيز دايب، روعه صراحه. طبعا انا مسويه نفسي، ترى ما اكل خلف الكواليس. ما قدرت امسك نفسي ابد. لذيذه. واللي فتحناها طلعت احلى من كذا ترى. ايه بس ترى بردت شوي على بال ما زيناها وكذا قد نصور لصوره العرض. بس شوف الله الله الله، لذيذه لذيذه مره. يلا خلينا نجرب هذه. كم الحبة الثالثة ولا اتوقع انها الثالثة. يلا بسم الله. مرة لذيذة ترى، انا ذقتها مرة كنا طعمها حق تشيز كيك فاكتوري والله العظيم، كأنه هو نفسها وان كانت احلى بعد مرة مرة يعني، صرت شبه لها لا طعم التشيز ولا طعم الصوص ولا طعم، رهيبة الحمد لله. يلا الحمد لله. السرقة هذه السرقة الثانية، موفقين. السطو السرقة مو الثانية، ما ادري كم وصلنا سرقة كم هذه والله كثير. فالحمد لله هذه سرقة موفقة موفقة جدا الحمد لله. باخذ هذا حقتك او لا بفتح لي جديدة الحين. اي خلينا نشوف يمكن بعد تصير اضبط. حلوة بعد هذه، بعد دونها احر واحر كانت تطلع ساحة. ناخذ شوي من الصوص طبعا. يلا روعة حلو يعني، مرة بالانس مع الصوص كل شيء. طبعا تعطيني تعليقات الشيف رزان. بس مرة حلوة لذيذة لذيذة مرة الحمد لله. بعد سوينا كثير خزلناه في الفريزر، فانتوا اذا تبون بعد صار عندكم كثير عادي حطوه في الفريزر متى ما اشتهيتوا. لا كنا موافقين باختيار الشيدر. اي الحمد لله مرة طعم مرة طلع بالملي نفسها، نفس اللون ونفس الطعم فالحمد لله. خلاص خلصت السرقة، تمت، تشيك اللي بعده. الحين نخطط للسرقة الجاية. فقاعدين نقرا تعليقاتكم على السرقة اللي قبل اللي هي حقت بابا روتي. يعني والله قريت في البيك.
تورتيا هيرفي ستاربكس بعد ستاربكس. صح هذه من اكثر الاشياء اللي تكررت ستاربكس والبيك بعطوني بعد افكار نبي افكار اكثر نبي افكار اي جد الحين نخطط لهم رغد خططنا رايي نشوف السرقه الجايه نجهز لها ونجهز الادوات ما الادوات عندنا موجوده بس المطعم نطور الخطه فبس كذا بلوجنا تم اليوم اتمنى لكم استمتعتوا والله انا مره استمتع بالسرقات لان ايش اذا سرقتيها وسويتي الوصفه وضبطت في الاخير تحسي بشعور انجاز مره فمره استنست واهم شيء لا تنسون اللايك والسبسكرايب وجرس التنبيه ويلا نشوفكم ان شاء الله بالفلوق الجاي يلا مع السلامه.